شوف اللي يدخل وراي افقس عيونه بهذا المفتاح، انا راح انام انا واستريح. سمعوني زين، والله على والديكم ميماتي، اسمع زين لا تفتح الباب ترى امل صداناتك وانت همين، يلا راح انام لا حد يفتح الباب. انا على والديكم سمايل. ما الوجع اي والله وجع الوجعك شبيك ابن النعال ايشني يغلط علي ها ثلاثتكم سمعتوني يا غلط علي هسه اريد يطلع يلا بسرعة. انا قلت جيش بيك امي الوجع ثول ثولك تأدب واحترم نفسك ترى اشغل مصارينك بالام 7 مو شايفني مو احكي ابن النعال هسه كذا كناوة وسطك بسط بالقاع اعصابك رامبو لا تحمى اذا انت تشغلني بالام 7 انا عندي بي كيس يضمها بالجرار مال الدوشكا هسه طلعوا انا على والديك بيها يلا تشب والله ترى فرق عشو المخازن براسك مو عبالي اهدي يا بهدي اهدي اهدي مو وقت عالكم اوش بسيطة انا علمك هسه بالحل لقفك لقف ترى كسر الام 7 على راسك من النعال. تاني يوم على الواديك واخر عني من الوجع والله خلي لك فاضي من النعال شبيها من روح وخروا عني وخروا اليوم حميت انا وخروا بعد هذا وين راح خل انزل من الدرج تعال ما ادري والله ما ادري من الوجع ما يدري وخر خليك من دربي وين راح وين راح تعال قفتك ابن النعال تعال يوم انعل والديك